ما بدك تحكي؟ يعني الواحد ما بصير يكون عنده اكتئاب مثلا؟ بعد مش على باله يفتح الباب لحد، انا حتى مش على باله يحكي. توفى جمال. مال خبرتني شو الامر؟ ليه ما اجي؟ ليش بدي اجي؟ إذا هل بنعرفه توفى. في مجال نقعد بالصالون أو بأي مكان فيه كراسي مثلا؟ حابب تحكي شيء؟ إذا عم تجرب إنك تعمل معالج نفسي فبتكون غلطان. أنا صار لي شي 10 سنين بهالمجال العظيم، يعني أكثر شي بنعمله إنه بنوصف أدوية للمريض. يعني عندك اكتئاب؟ أهلا وسهلا فيك، خذ كمشة الأدوية، روح وتعال عنا بتلاقي حالك عم تطير. يعني أنا أحيانا بستغرب إنه ليه عم نوصف كل الأدوية، يعني ليش ما بنقول له للمريض خد لك ضربين حشيش قبل ما تنام، واحد الصباح وواحد الظهر، تلاقي حالك عم تشوف كل شيء غبرة. هذا الحكي خلاصته انك مكتئب. لا انا لسه ما فتت بمرحله الاكتئاب، يعني انا هلا بمرحله الغضب. يعني كنت بالانكار بعدين صرت بمرحله الغضب. يعني هي بتكون انت بالغضب، بعدين بتفوت بالمساومه، بعدين بتفوت بالاكتئاب، ومن ثم القبول. شو يعني قبول؟ يعني انت ما عندك مانع تكون غنمه وتعيش بهالمجتمع بهي الحياه اللي عايشينها من غير ما تعترض على شيء. تكون بتحب حدا بيقوم هذا الحدا بيموت. ليش؟ لانه هيك الحياه. بتحاول تتجاوز الموت بموت حدا تاني. كانه حدا عم بيقول لك من كل عقلك عم تفكر؟ دايم صار لي من الصبح واقف على رجلي، ممكن اروح على الصالون؟ كراسي ما في بالصالون، ما في غير الطاولة. شوف لك شي كرتون اقعد عليه. يعني حابب الحالة اللي انت فيها؟ تعرف انه انا وكارمن بعد بكره كان المفروض نرجع نكتب كتابنا؟ وين لونا هلا؟ عند خالتها. شايف هذاك المطبخ؟ تحت تحت ساكنة في وحدة بالجملة، هيك بحسها. يعني صار لي شي اسبوعين تقريبا عم براقبها. عم تراقبها؟ ايه مجنونة، بترقص بتنط لحالها، يعني عايشة هيك عالمها الخاص. عايشة لحالها؟ لا مع اخوها. شو عرفك انه اخوها؟ بلكي جوزها. خلال الأسبوعين يعني ولا مرة شفته عم يلبسها، بعدين قليل ما يجتمعوا مع بعضهم بالمطبخ. على شو عم تدور؟ دي باكيت دخان. على شو الدخان هلا؟ هيك أنا حابب ضر حالي، يعني أخو مرايشي. ليك هي المجنونة اللي عم تراقبها إجت ها؟ هي غير مجنونة. أيوه عم تشتغل مراقب دوام أنت. انت مطول هون؟ ما راح روح، انت نايم كل النهار فاكيد ما راح تنام. ليش بدك توقف معي يعني؟ انا هيك منيح كثير يعني، بسام انا بهي الفترة لازم اضل لوحدي. ليش؟ مشان تصير تعرف زبال حرق يا ساعة بيجي؟ 7:30 تايم؟ خلاص انا منيح والوضع اللي عمر فيه كثير طبيعي، إذا ما كنت هيك راح كون ماني طبيعي. فترة بتمضى بسام يعني، خليني ما اكبتها. طيب ليه مسكر العيادة؟ هي بتعمل لك أنا ما عاد افتح. وانت منيح؟ وضعك طبيعي؟ بسام انت اكثر واحد بتعرفني، هي المهنة انا ما بحبها. خليني اعمل شيء بحبه. ومن وين بدك تعيش؟ انا معي شوية مصاري، وإذا أجرت العيادة بيمشي الحال. وشو يلي بدك تعمله؟ ولا شيء، بدي أصفو. إذا بدك تمارس هوايتك بمراقبة الجيران بنعملها سوا. بعد فترة راح تجي لونة. وأنا ما راح ضل هيك. في مجال اعطي لحالي فرصه انه انهار براحتي، ليتني يعني لا عم بشرب ولا بتعاطى.
ما هو لو عم تشرب كان احسن، على القليل كان طلع للكابتن جوا. شو صار بهاي اللي طابس فيها؟ هاي واحدة. اي واحدة. الخامس على اليمين. ما بتوقع اشوفها مرة ثانية أو ثالثة. أكيد ما بتدرس بالمعهد، لأنه على شوي جارتي راح تفكرني طابس فيها، وأنا ما في غير وصلها رايح جاي. ما بعرف كيف بدي أشوفها ولا بعرف شي عنها. أحسن شي اشتغل ناطور بالمعهد المسرحي، بلكي إذا شي يوم مرت بشوفها وبحكي معها.